أكثر من 850 مؤسسة ناشئة في مجال التكنولوجيا والتجديد يتطلع أصحابها لتطوير نشاطهم واكتساح أسواق جديدة من خلال كسب ثقة المستثمرين لتمويل مشاريعهم. هدف أول لقاء جمع باعثي المشاريع الناشئة والمستثمرين، والذي مثل فرصة لربط علاقات شراكة وتعاون. هي شركة ناشئة نخدم في الأنظمة متاع الأمن اللي متطورين، يخدموا جينيرالمون بالذكاء الاصطناعي. وخذينا الساعة بروميرمون لي زافونتاج من عند ستارت اب اكت، كيما مثلا لي بورس وبرشا ايجابيات اخرين. وصلنا للمرحلة انه نحبوا نحققوا المشروع هذا، باش نحققوه لازم برشا فلوس، خاطر الصنع سيغتو كدومين يتطلب فلوس، الماكينات الكونسيبسيون. دونك احنا نستناو في لي زانفستيسور باش انهم يؤمنوا فينا ويشوفوا البوتنسيال هذايا باش نجموا نقدموا كتونس تتطور. هي شركة ناشئة مختصة في البحث والتطوير في انترنت الاشياء، والمالك الفكرة ومشروع إرويني. شركة هذه في الفوار هذا من تنظيم كونكت هو بحث عن فرص لتمويل المشروع وتطوير البحث العلمي في الشركة نتاعنا، وان نوسع مجالات نتاعنا وافاق نتاعنا في تونس وفي افريقيا. المشروع نتاعي يتمثل في برودوي اي، معناتها عباره هو روبو اون انتيليجونس ارتيفيسيل، لكن انه في بلاص انه يكون فيزيك، خاطر فيزيك يتكلف برشا ويخدم على لي سيرفور تاع العالم، معناتها يخدم على الكلاود. حبيت ناخذ فكره على انفستيسمون في لي ستارت اب، وكيفاش معناتها يصير الانفستيسمون فون، وشنو هي اكثر معناتها المشاريع اللي يمولوهم. توضيح الاطار القانوني للمؤسسات الناشئه والامتيازات التي يتمتع بها المستثمر من بين النقاط التي طرحت خلال اللقاء. القانون يعطي امتيازات للمستثمر اللي باش يستثمر فيك، لكن الامتيازات هذيك مازالت مش واضحه بالكدا، والبعض منها مازال مش مفعل. دونك احنا اليوم الندوه هذه اولا باش نفهموا الاطار القانوني شنو للمستثمر، خاطر حتى هو المستثمر مازال موش فاهم بالكدا. راهو فما امتيازات موجوده عطيتهم الدوله للمستثمرين في المؤسسات الناشئه، وماذا بينا ما خير وماذا بينا ما احسن، وباش نفسروا للمؤسسه الناشئه شنو المطالب نتاع هالمستثمر هذا. القانون نتاع ستارت اب اكت وكل شيء حل برشا مشاكل، واللي جاي الفيرسيون الثانيه نتاع القانون هذا، خاطر فما تعديل باش يصير عليه باش يكمل يحل مشاكل اخرى. الاهم من هذا الكل من القوانين انه اليوم المستثمرين والشركات الناشئه بداوا يفهموا في بعضهم. وقد نجحت عدة شركات ناشئة تونسية في طرق أبواب العالمية متحدية العراقيل التي تكبل قدرتها التنافسية، ما دعا المشاركين إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال من خلال التسريع في إصدار قانون الصرف الجديد.